كما كان للإعلام بصمة واضحة في نقل العرس الديمقراطي من كافة المواقع والمحافظات في مملكة البحرين. وزارة شؤون الإعلام عملت بكافة إداراتها وطواقمها في تغطية هذا الحدث الوطني الهام. تواجد إعلامي غير مسبوق، أنا أمانة لم أرى هذا، وأنا أشكر أخي وزير الإعلام على ذلك. التغطية كانت رائعة وأوصلت الانتخابات للناس بشكل جميل. إذن نجحت وزارة شؤون الإعلام في تحقيق هدفها، فإيصال الانتخابات بالصوت والصورة والتعليق إلى المواطنين كانت الهدف الأسمى الذي بنت وزارة شؤون الإعلام خطتها المتكاملة على أساسه. العمل بدأ قبل أشهر، والكوادر الإعلامية من إعداد وتقديم وتنفيذ عملت على مدار الساعة لتأمين أن تصل الصورة البهية للمواطنين وهم يلبون الواجب إلى الداخل والخارج. بالنسبة لوزارة الإعلام، وهي يعني يمكن التميز السنة هذه كان وايد واضح بالنسبة حق التميز الإعلامي، حق التغطية الإعلامية لهذا الحدث الكبير. حتى كان في يعني بعض البحرينيين اللي كانوا متواجدين في الخارج يتصلون فينا ويقولون يعني السنة الإعلام كان مميز، وهذه كلها بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل توجيهات سعادة وزير الإعلام والفريق الإعلامي كامل المشارك في العملية الانتخابية. هو نقل صورة في المقام الأول، ولكنه نقل تميزت به وزارة شؤون الإعلام من خلال تغطية شاملة ومتكاملة لهذا الاستحقاق الدستوري عبر قنواتها الإذاعية والتلفزيونية ووكالة أنباء البحرين وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزويد وسائل الإعلام العربية والأجنبية بالبيانات والتقارير والرسائل الإخبارية. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى شبكة مراسلين المتواجدين في محافظات المملكة الأربع، واللي إن شاء الله راح نتواجد معهم ويتواجدون معنا في كل وقت وكل فترة وكل مجال في خلال هذه التغطية الحية والمباشرة من تلفزيون البحرين حتى منتصف الليل إن شاء الله. جهود الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون في تغطية الحدث الانتخابي تمثلت في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية والنشرات الأخبارية والفقرات التوعوية والتثقيفية، بدأت قبل يوم الاستحقاق وتواصلت حتى يوم التصويت في الجولتين الأولى والثانية بمتابعة حثيثة لمجريات العملية الانتخابية داخل الاستوديوهات باستخدام أحدث التقنيات والعمل الميداني في جميع اللجان الإشرافية والمراكز الانتخابية. تغطية إعلامية متميزة أبرزت هذا الحدث الديمقراطي ونقلت دلالاته الحضارية إلى مختلف المحافل الإعلامية الإقليمية والعالمية.